ده جايب لحضراتكم هديه الحقيقه، هديه جميله وحاجه رائعه. واللي انا عايز اقوله كون منتخب كره اليد المصري للشباب يفوز بالمركز الرابع في بطوله العالم المقامه في البرازيل. هذا الانجاز انا رايي بعتبره يعني في الرياضه، ده بالظبط في الرياضه زي ما قناه السويس اتعملت على مصر. بس تعالوا نشوف اللي بنعمل مقارنه في الرياضه وما بين ده وده، ولان دول مصريين ودول مصريين، هي نفس الاراده، نفس التصميم، الرجوله، الولاء، الانتماء، الاحساس بالفخر، الاحساس انك انت بالمساله بتبقى كده. في كره اليد العشره اللي هم لما تطلع لما ناخد التوب 10 العشره كلهم دول كلهم كل واحد اجمد من الثاني، عشان الاحسن حد يفتكر العاشر. البرازيل طلع العاشر، ده البرازيل دي جامده جدا جدا وتلعب في ملعبها وارضها. مين اللي هدها وكسر نفسها وخلاها تتفركش الفركشه دي كلها؟ منتخب مصر في الماتش اللي اتعمل معاه مثلا يعني. فانا عايز اقول كره اليد، كره اليد الحقيقه الطفره اللي حصلتها ايام الدكتور حسن مصطفى رابع عالم ومركز اول للشباب في كان في مصر هنا، وكانت في ظروف استثنائيه وظروف كان هنالك تركيز، وبعد 10 سنين تركيز. احنا عارفين اللعبات في مصر، اللعبات الفرديه او الجماعيه، اللعبات كلها اللي هي الشهيده او اللعبات غير كره القدم دي منسيه، لا جماهير لا اعلام لا فلوس لا اهتمام لا اي حاجه خالص. النهارده كل اهتمام فردي، يعني هنلاقي الدكتور خالد حموده ربنا يكرمه بمجلس اداره الاتحاد واقفين، انما هو شباب المساله بالنسبه ليه لا ده ولا ده ولا ده، هو شباب حاسس انه مصري ويقدر ان هو يرفع اسم مصر، ويقدر ما فيش حد، هو اي حد لما تقعد النهارده مع نجومنا وابطالنا ان ما فيش حد احسن مني وما فيش حد اقوى مني وانا اقدر اعمل ده واقدر اعمل ده. يا خساره لو عندنا اهتمام باللعبات دي كان زماننا اسياد العالم في حاجات كتيره جدا جدا جدا. وبقول لكم الكلام ده ليه؟ لان احنا في السنه دي، السنه الكبيسه دي كلها او السنه ونص اللي فاتت دي كلها، عندي ايهاب عبد الرحمن في الرمح اول عالم، عندي الرمح وده عمره ما حصل في مصر ولا وصعب جدا، عندي مصطفى الجمل، عندي النهارده احمد اكرم اللي هو السباحه اللي طالع رابع عالم، عندي فريده اللي طالعه خامس عالم في 50 متر فراش، عندي عمر العصر لاعب النادي الاهلي في التنس الطاوله اللي من 49 التصنيف العالمي بقى 30، لا عندنا نهض. واللعبات المظلومه والغلبانه والشهيده واللي احنا لا الاعلام فاكرها ولا حد فاكرها ولا حد على بال اي حد، هم اللي رافعين رايه مصر، مش من النهارده، من سنين طويله. كره اليد بهذا الانجاز شيء رائع جدا يستحق التحيه ويستحق التقدير الحقيقه. ضيوفي ضيف حضراتكم النهارده معايا يعني صاحب الفرح ده الكابتن وائل عبد العاطي، الكابتن اللي هو المدير الفني للمنتخب الشباب. مساء الخير يا كابتن سنة. ومبروك، ربنا يبارك في حضرتك. و على الشمال بقى معاه احمد مصطفى خيري، مبروك يا احمد. وهنا محمد اكرم، مساء الخير يا محمد. واحمد حسام، ازيك يا احمد؟ مش عارف اقول لكم ايه، بس لا اقدر اقول لكم يعني ليكم ولبقيه الفرقه والاتحاد ربنا يسعدكم زي ما اسعدتونا الحقيقه. ربنا يبارك في حضرتك ويعزك كابتن وائل. الحقيقه انا عايز بس حضرتك عشان الساده المشاهدين، لان ما حدش واخد باله، اما نيجي نقول مثلا انك كسبت السويد 32-31 اظن كان السكور. بالظبط بالظبط. يقول لك طب يعني يا ساتر بفرق جون، يعني هيقول لك يا ساتر بفرق جون، ما لا وما ادراهم من السويد، ما حدش عارف. فحضرتك حط الساده المشاهدين في الصوره، ايه كاس العالم دي والعشره دول الترتيب العشره عشان نعرف ايه الحكايه. السويد هي بطله النسخه السابقه من الناشئين، هي البطل كانت قبل البطوله. هي اللي حامل اللقب. وفي الراوند الاولاني او المجموعات، دور المجموعات، هي اقوى هجوم في البطوله. تاني المجموعه بتاعها اللي هي بيلاروسيا هي كسبها 14 جون. 14 التاني. يعني تاني المجموعه اللي هو كسب كل ماتشاته هي كسبها 14 جون فرق. ففرقه عامل زي الفتوه ماشي عمال طايح في الناس. جه على الماتش بتاعنا، اعتقد ان هو مش هقول استهتر، لكن هو ما ذاكرناش كويس عكس فرنسا. فاحنا لما جينا لعبنا عليهم، هو عنده عناصر قويه جدا مصوبه بشكل لو اديته فرصه في اقل من سنتي يجيب جون فيك. عندهم باك ليفت من اي مكان بياخد خطوه الكره بتاعته في الجون. طبعا الاولاد كلهم اتفرجوا على الفيديوهات، اتفرجوا على الماتشات بتاع فريق السويد، وقعدنا ذاكرناهم. كان انسب طريقه ان احنا ما نخليهوش ان هو يصوب من بره خالص. ليه؟ لعبنا دفاع متقدم، لان انا لو وقفت له بالدفاع اللي هو العادي 6-0
هم بيعرفوا يلعبوا على 6-0 وهم بيلعبوا في اوروبا دايما 6-0. فاحنا لعبنا بالطريقه المعتاده بتاعتنا، الدفاع اللي احنا بدانا بيه البطوله، الدفاع المتقدم. والولاد ما شاء الله حافظين وهضمين الطريقه دي بشكل كويس قوي. ناس كانت بتستغرب ليه احنا بنلعب الدفاع دوت، ازاي بنلعب 60 دقيقه واللعيبه ما بيتعبوش. القصه ان اللعيبه فاهمه وكل واحد ليه اريا بيدافع فيها بيتحرك فيها، رايح وطالع نازل طالع في حته معينه، هي 2 متر يمين وشمال. وبيحصل السويتش، فهو دايما الفرقه اللي قدامك بتعمل تفويتات بحيث ان هو يسحب مدافع من الاريا دي عشان يفضي واحد ثاني يجي يخشها. فهم الولاد فاهمين وماشيينها تمام، ان انت بتدافع هنا وده بيدافع هنا. انت كل اللي بيجي لك تسلمه للي جنبك وما تسيبش مكانك، خليه هو يعمل اللي عايز يعمله، يقعد يتنطط قدامك وانت في مكانك بتدافع في الاثنين متر دول. حصل ان زميلك الراجل ده نزل، بتنزل معاه، ده بقى لوحده، هي في الحاله دي بتتحرك من مكانك بس اوريدي هو في واحد نزل. فهي دي الفكره ببساطه، ان كل واحد بيدافع في الاثنين متر. والولاد ما شاء الله حافظين الطريقه كويس قوي، لعبنا بيها هنا في الدوري كتير. الثلاث ماتشات اللي عملناهم في صربيا هو الاداء بتاع المنتخب في الدوري، يعني خليت الدوري كله يلعب بالطريقه ديت. لا الاتحاد عمل الفرقه هنا، فرقه المنتخب بتشترك لعبتها فرقه في الدوري، بتبقى فرقه من ضمن فرق الدوري. لو انت كسبت اي فرقه في الدوري ما بتاخدش نقط، لكن لو الفرقه بتاعت الدوري كسبتك تاخد نقطه عشان يبقى في جديه في المباريات. فالنهارده انت لما بتكسب فرقه في الدوري انت بتشيل منه نقطه، هو المفروض ياخد النقطه دي. فبيبقى في جديه في الماتش. فانا جربت الطريقه دي كتير والولاد لعبوها كويس، وخدنا بيها بطوله افريقيا ومشينا الحمد لله بيها كويس. الاوروبيين كانت بالنسبه لهم صعبه، هم ما بيلعبوش كده في اوروبا خالص، فكانت العمليه مش مهضومه. ففرقه السويد ما ذكرتناش، ونازلين على ان هم اقوى فرقه موجوده في البطوله، اقوى هجوم، ففوجئوا بالوضع دوت. احسن 2 لعيبه عندهم المدرب راح مريحهم بعد 10 دقائق من بدايه المباراه، ما لهمش لازمه في الملعب خلاص، مش هو دول المصابين اللي بيجيب لك اجوان، انت موقفهم خالص. فبالتالي طلعهم وابتدى يدور على لعيبه تانية تعرف تخترق، فهو ولا عارف يخترق ولا عارف يشوط من بره. طيب قول لي محمد، انت خلصت ولا لسه تعليم ولا؟ لا انا لسه في تعليم. فين؟ في اي سي. وعامل يعني رابط ازاي ما بين الاثنين؟ هي مشكلة بس شوية عندنا في الجامعة، ان يعني الورق اللي بناخده من الاتحاد اللي هو المفروض بيستأذن لنا ان احنا نمشي من الجامعة عادي، مش دايما بيمشي في الجامعة. يعني في دكاترة لو الدكتور مثلا كان بيلعب رياضة قبل كده او متفاهم الموضوع بيمشيها عادي ليجل، بس لو هو ملوش دعوة، انت طالب هنا، انت بتذاكر، انت فوت تحضر وتعمل كل حاجة، هو الورق ده بالنسبة له ملوش اي لازمة. فبس بتبقى معظم الوقت يعني الورق ده ما بقاش ليه اي لازمة. فحوسه يعني طبعا، فمشكله في الحضور بقى والكلام ده كله بتبقى مشكله. طيب يعني هنرجع تاني للموضوع ده، بس نستاذنك في فصل صغير كده. قبل الفصل كنت بسال محمد اكرم، فبقول له عامل ايه، فين في الكليه وعامل ايه من كده، فيبدو ان انا اتكيت على 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 نقطة مهمة جدا أو مشكلة كبيرة جدا جدا كنا في خلال الفصل ده كله بنتكلم فيها، وهي فكرة النهاردة إن إحنا لغاية دلوقتي دون عن العالم كله مش عارفين نتعامل مع أبطالنا بجد، فيما يخص النهاردة إزاي النهاردة بطل وإزاي ده. أنا بس عايز يحكي هو الحكاية، كل واحد يحكي الجزء ده لأن ده جزء مهم جدا. بس برضه عايز أفكر حضراتكم النهاردة، لولا إن شبابنا ده الشباب المصري، ما هم دولت اخواتهم اللي هم حفروا شالوا 500,000 متر مكعب في 10 اشهر، هو ده الاعجاز المصري، هو ده الفرق. هو ده الشباب اللي هو عشان يطلع رابع العالم عمل ثلاث ماتشات وديه كده، اللي المفروض المفترض المنتخب اللي كان قبليهم اللي هو طلع رابع عالم برضه عمل 54 ماتش في البطوله اللي كانت في مصر، نبص الامور مصر. اما نشوف فرنسا اللي هي خدت البطوله، منتخب فرنسا واللي كانت كتف في كتف معانا، فرنسا ما فرنسا قد السويد اللي احنا كسبناها، قد المانيا، ما هم كلهم قد زي بعض بالظبط وشبه بعض بالظبط. فانت بتلقى ده كله جامد جدا. فرنسا صرفت 7 مليون يورو على المنتخب بتاعها، اضرب 7 في 10 70 مليون جنيه مصري. المنتخب بتاعنا صرف 70 جنيه مثلا، خدت بالك؟ هي كده من 70 مليون ل 70 جنيه، هي كده الحكايه كده.
انا فهي في مشاكل كثيره جدا. بنكسب ازاي؟ بنكسب عشان احنا المصريين. ده ما على ده كلام مش من الهوى، والله العظيم هذه الحقيقه. عشان هي دي الجينات المصريه، عشان دي الجينات المصريه. هو بيبقى خلاص بيكسب عشان هو مصر وعايز بلده تبقى كويسه، وده الموضوع باختصار. لا تقدير ادبي ولا تقريب معنوي ولا مسهل لهم حاجه ولا. قول لنا يا عم محمد ايه الحكايه اللي عندكم في الكليه؟ المشكله في الحوار ان احنا بناخد تفرغات من الاتحاد، ان هي تساعدنا شويه ان احنا نريح من المحاضرات او ما نروحش، او نروح مثلا نمشي بعدها بساعه الدكتور يوافق ان احنا يعني يسمح لنا نقعد في ساعه. تبديل وتوفيق كده في ناخد مثلا ساعه ونمشي نطلع على المنتخب. فمشكله ساعات بتبقى ان الدكاتره ساعات مش بتوافق، فعندي مشكله ان انا مثلا كابتن وائل بيبقى برده قال ان التمرين ده مهم لازم الناس كلها تحضره، والدكتور مثلا مش موافق، بيبقى عندي حاجه مهمه قوي في المحاضره لازم احضرها، فاللي هو مش عارف اعمل ايه الصراحه. ساعات بقى يا اما لو حاجه مهمه قوي في المحاضره ما بقدرش اروح التمرين، وبجاي على نفسي ومتضايق ان انا لازم اتمرن عشان كاس العالم ده. احنا كل اللي عملناه ده يعني بروحنا واللي احنا كنا عايزين نحسن الصوره اللي احنا عملناها في الناشئين. احنا كاس العالم اللي فات خدنا 14، والناس كلها قعدت تقول ده منتخب فاشل ومش ما فيش امل فيه ويعني ما فيش فايده منه. فاحنا كلنا قعدنا مع بعض قلنا يا جماعه لازم نحسن الصوره دي، واحنا هو من غير اعداد ولا اي حاجه. وحضرتك قلت لعبنا 3 ماتشات، جينا على نفسنا وجينا على دراستنا وكنا بنحاول نوفق على قد ما نقدر، والله كنا بنلعب بالروح والحماس، وطبعا كابتن وائل والجهاز الفني كله كان مساعدنا على قد ما نقدر. بس فهي مشكله في حوار الحضور وكده، ان الورق ده عندي انا مثلا في الجامعه في اي سي ما بيمشيش خالص. يعني الدكتور يقول لي مش هقدر، انت ليك 6 غيابات، لو عديت اكتر من 6 غيابات هتاخد دروب اتندنس وخلاص تشيل الماده. فهي نفس الجامعه بره، نفس الجامعه الامريكيه او في اي جامعه بره، البطل والرياضي معروف انه بيعدل له بيغير له المحاضرات، المفروض يبقى ليه ميزه شويه عن بيبقى في تنسيق يعني. اصل احنا في مشكله تانية، ده في مصيبه تانية، كان في حافز الرياضي بتاع الثانويه العامه وده المفروض ينطبق عليه على اي حد، ده عايزين يشيلوه. يعني احنا عندنا اشكاليه كده شويه، بس ما اعرفش، انما اكيد لها حل يعني، اكيد لها حل. المفروض يعني ليها حل المشكله دي، عشان يعني غير ان احنا الاجيال اللي طالعه كلها هي نفس المشكله بتاعت كل الاجيال، الدراسه مع الهاندبول غير بقى او اي رياضه، غير بقى اهلك طبعا. اهلك في البيت يعني لو ابوك ميال شويه للرياضه او مامتك هتقعد تقول لك لا اقعد كده بقى، في مشاكل في البيت طبعا. احمد انت في كليه ايه؟ اعلام. اعلام انهي اعلام؟ اهو كتير قوي دلوقتي. حلوان. حلوان تمام. وبرضه عم بيزيطوا في الزيطه يعني ولا في الدنيا ماشيه؟ نفس الكلام يعني، نفس هي برضه نفس الكلام يعني، ما اختلفتش كتير خالص يعني. احمد مصطفى انت فين؟ في هندسه عين شمس. هندسه عين شمس. ما انت كمان عمي، انت المنتخب بتاعك يعني ايه؟ نص دكاتره ومهندسين وحاجات صعبه يا اصلا كمان يعني، وانت يعني حضرتك انا عندي 14 واحد هندسه والفاشل فيهم اعلام، هو قاعد ده الفاشل فيه ده اللي بالنسبه لي لا لا كلنا جامعات يعني اظبطها ازاي يا عم؟ ما تخش تروح انت تعمله بحوث علميه وبتاع، خش حاجه ثانيه هتعمل بطوله ثانيه انت بقى هندسه وبتاع. استاذ ابراهيم صعب جدا ان انت النهارده تبقى قاعد مع ناس يعني عايز احافظ ان هم يبقوا متفوقين في دراستهم، وانا بحط نفسي مكان الاب والام. النهارده بيدفع مصاريف قد ايه في الكليات الخاصه؟ والنهارده لما الولد بيشيل ماده ولا اتنين، اول حاجه يعني مش بيواجهني انا، بيجي لابنه اقعد مفيش رياضه. اصل يا كابتن انا عايز اقول حتى في الكليات الخاصه او كليات او الدوله او الكلام ده كله، هو ده اولا في مهمه وطنيه لازم هو يعترف فيه. انا ما بقولوش يعني هو النهارده احنا مش عدم احترام، ما بنحضرش المحاضره مش عدم احترام للدكتور ولا للكليه صحيح. انما ممكن ننسق ان انا في الاوقات الثانيه يبقى في تنسيق سيادتك من اول السنه يعني، او من اول حاجه زي بطوله العالم مع كل الحاجات دي كلها، هنتعب شويه هيبقى حد من مساعدين حضرتك والجهاز الفني نرتبها ازاي. طب الاول له انا ايامي الفاضيه الحته دي اللي يقدر المحاضرات اللي ضاعت منه هنا نعوضها في الفتره بكذا وكذا 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 وكذا، لان انا فرقه جماعيه ما ينفعش حد يبقى غايب يعني. انا يعني ده يعني ما اعرفش حللها حل ولا مش حللها يعني. هقول لحضرتك من الاخر، هي حلها الوحيد ان لازم يبقى في قانون خاص ينظم الموضوع دوت. مهما دورنا في واحد بيحب الرياضه وبيحترمها، وفي واحد الرياضه بالنسبه له تضييع وقت، فدي بتبقى اختلف من بني ادم للتاني. انا بتكلم على بالنسبه للدكاتره يعني، في دكتور بيقدر يقدر ان ده لعيب دولي بيمثل الدوله، فبيقدر بيديله اكسبشن النهارده لو انت عندك محاضره مهمه ممكن اشرحها لك وقت تاني، عندك امتحان اجله لك. اخي ده هنا في على فكره الجامعات بتعمل هنا في مصر والكليات بتعمل هنا في مصر الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. وفي ناس تربية لا، هي أنا مش تربية رياضية، أنا تربية رياضية وخريج 96، أنا كان دكاترة بتعمل معايا كده 96 كانت بتعمل معايا كده. النهارده اختلف الموضوع ليه؟ مش عارف.
ايه ايه اللي اختلف؟ يا ريتها جت على المحاضرات بس. انا في قبل كده بطولتين ما طلعتهمش مع المنتخب عشان كان عندي في الوقت ده امتحانين او امتحانات الفاينل ما رضيوش يأجلها لي. يعني قلت لهم أأجلها، قالوا لي طب هتأجلها وهترجع تمتحنها تاني. طب قلت لهم خلاص ما فيش مشكله، انا هرجع امتحنها في اي وقت انتوا عايزينه. قالوا لي طيب سيب الورق ياخد دورته وتعالى بعد شهرين نقول لك هتعمل ايه. يعني قالوا لي تعالى بعد شهرين البطوله راحت خلاص، تكون البطوله يعني تكون البطوله رحت البطوله والامتحانات بتاعتي خلصت، والله اعلم بعد شهرين ده هتوافق عليها ولا لا. يعني يقولوا لي بعد شهرين يبقى تعالى نقول لك بقى. يا ريتها محاضرات بس. يعني لا مشكله برضو الدكتورز مثلا عندنا نصهم اجانب مثلا، يعرف ايه هو عن لا 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 ده بره، لا لا ده بره الرياضه لا احترام الكلام ده لا اكتر ده هو عارف، هو عارف الا لو كان أصلاً الدكتور المصري الدكاتره المصريين ما بيعترفوش بالكلام ده، ما بالك حضرتك بقى لو دكتور اجنبي. هي اشكاليه سهل جدا تنسيقها وسهل جدا لانك انت بتعتبر في مهمه وبتادي واجب وفي الاخر. يعني انا عايز اقول لحضرات الدكاتره وحضرات على دماغي من فوق كلهم، ده انتوا دكاتره واساتذه وبتاع، يعني كل الاحترام لحضراتكم. انما اللي انا عايز اقول، طب انت النهارده لما مصر تبقى رابع عالم في الوقت اللي احنا محتاجين لكل حد يقدر يهمنا، كل واحد يقدر يضيف لينا، كل هو رابع حاجه بسيطه. اما تبقى فانت في بطوله عالم في البرازيل قاعده البطوله شغاله 3 أسابيع مثلا وبتبقى انت تعمل هذا الكلام وتطلع رابع عالم وده قليل. مصر رجعت وراجعه، عايزين كلنا نساعد على ده. عايز افتح نقطه بس، هذا الموضوع مش هتقفل، يعني احنا هنشوف ايه الموضوع هنوصل فيه لغايه فين. يعني السيد وزير التعليم العالي، السيد وزير الحاله، لغايه رئيس مجلس الامن، هنوصل لحته يعني في الموضوع ده باذن رب العالمين ان شاء الله. كابتن عايز اوصل لحاجه، انتم من اللعبات اللي هي الجهاز العصبي هو يعني هو يعني احد الحاجات المهمه في التوافق. التوافق اللي هو الارتباط الجهاز العصبي بالعضلي مع بالعضلات بالثبات الانفعالي وقت الجمهور بيضغط عليك، يعني هي كلها كيس طيب. كبير يعني انا يعني في من اللعبات اللي بنتكلم فيها ان الثانيه بتفرق وممكن الثانيه تغير نتيجه ماتش، واحنا كسبانين احنا كل ماتشاتنا كسبانين البرازيل اخر 3 ثواني البرازيل كسبنا اخر 3 ثواني اخر 20 ثانية كوريا ابتداء من الدقيقة 20 من الشوط الثاني، السويد اخر برضو 10 20 ثانية كنا خسرانين اصلا الماتش كله تقريبا. احنا رجعنا في الماتش في اخر دقيقة ونص بالظبط. اخر دقيقة ونص ديت كام ثانية؟ 90 ثانية شوية تقعد كده اهو يعني يعني في الماتش حبة جمهور بيهيصوا مع صفارتين حكم انتهى الماتش رائع خلص المسألة. بس انا هقول لحضرتك حاجة، يعني انا حقيقي انا لعبت مع اجيال كتيرة، دربت فرق كتيرة، أول مرة أبقى معايا مجموعة اتحدوا مع بعض، الولاد دولت شباب الرجالة دولت، لما قعدت معاهم قلت لهم خليكم واثقين في قدراتكم، أنتوا قدراتكم عالية جدا وحقيقي تقدروا تعملوا حاجة. قسما بالله العظيم كل المدربين الأجانب بيقولوا على الفرقة دي فيها حاجة مش طبيعية، روح الفرقة دي فيها حاجة مش طبيعية. مدرب ألمانيا في الماتش الأولاني كان عندي خيري مصاب وعبد الرحمن كان مصاب وكان مهاب اتكسرت مراخيله في المباراه، قال لك خلاص انا عارف ان انا كسبان. كانت النتيجه اول 10 دقائق 8-1 لفرقه المانيا، كنا اليوم اللي قبليه لاعبين البرازيل ماتش جامد جدا طبعا، فقال لك انا عارف انتوا كسبانين وفرحانين واللياقه البدنيه مش هتشيلكم، ان ما عداش 24 ساعه فقلت انا كده كسبان. ولما النتيجه جت 8-1 عرفت ان انا كسبان خلاص الماتش خلص. فجأة الدنيا اتحولت، الشوط الأولاني بقى النتيجة 18-17 فرق جون. لقيت فرقتك صحيت وبتلعب لدرجة إن أنت ربكتنا، عملت مشكلة للفرقة عندي. طبعا كسبناكوا، أنا مش هكدب عليك، أنا كنت الماتش ده مش حاطه في دماغي بعد ما الثلاثة اتصابوا عندي. كان همي إن أنا ما أحرقش بقية الفرقة، أحافظ بس ألعب عادي، لأن كان همي ماتش النرويج اللي بعده أكسبه يبقى أنا خسرت ماتش واحد اللي هو ماتش ألمانيا. لو دست في ماتش المانيا ممكن اكسب ممكن ما اكسبش، بس هبقى حرقت الولاد على الماتش الثاني اللي هو بتاع النرويج. حرقته مفهومها يعني ايه للساده المصريين؟ اللي هو مفهوم من حرقتهم ان انا هلكت الفرقه لما يبقى عندي 3 أساسيين مش موجودين، فانا بحمل على بقيه اللعيبه، بدل ده مدافع بجيب واحد ثاني بيدافع مكانه وبيهاجم، فالموضوع بيبقى بحمله زياده، وهيبقى ثاني يوم عندي ماتش النرويج، فانت ممكن تخسر ده وده، فانت لازم تفاضل مين؟ طب انا الماتش دوت هيبقى في الملعب، طيب وعندي 3 مصابين، طب اسيبهم يتعالجوا واخلي الناس الثانيه تلعب الماتش ما يهربش مني ويبقى واضمن الثانيه وهمي الماتش بتاع النرويج، والحمد لله من فضل ربنا ده اللي حصل.
والولاد ما شاء الله، عايز اقول لحضرتك الروح اللي كانوا بيلعبوا بيها، كفايه ان الناس كلها بتقول لك ان الماتش بتاع الثالث والرابع بينك وبين المانيا هو افضل ماتش اتلعب في كاسات العالم كلها للشباب على مدار تاريخها. ده عضو من الاتحاد الدولي، واحد من الديليجيشن بتاع الاتحاد الدولي بيقول لي كده. طب انا عايز اعرف، انا في متابعات كده الحكام داسوا علينا شويه، ايه الحكايه بتاعت الحكام يعني؟ وعايز اسمع ده منهم في الملعب يعني، هم يعني انت عارف على الخط انما هو في الملعب. بالظبط. قول لي يا خير كده ايه الحكايه؟ لا حضرتك هو مش الموضوع مش حكام يعني، لا في ماتش منهم ماتش فرنسا. قلنا حكام من ايران، هي ايران دي احنا ما سمعناش عنها في الهاندبول اصلا. يعني ما عندهاش دوري، ما سمعناش عن الدوري الايراني ده اصلا. ولا فيهم منتخب ولا اي حاجه. بس احنا كنا بنلعب فرنسا في السيمي فاينل وجابوا لنا حكام من ايران دول. هم كانوا تقريبا بيوازنوا ان يعني فرنسا اوروبا مصر افريقيا يجيبوها ايه؟ ايران تبقى قاره ثانيه يعني. بس فهم اما تيجي تلاقي اما تيجي تبص فرنسا ومصر هم مقتنعين حكام من نفسهم مين المفروض يكسب؟ فرنسا. فرنسا هو ده اللي في دماغه، هو ده اللي في دماغه على قد علامه يعني. فبقى بالظبط كده، فاي قرار بقى قريب يعني مثلا قرار فيه شك ايه يميل ناحيه فرنسا. هم جم في الاخر عملوا لنا ثلاث اربع قرارات كده واحنا بنلم السكور. هو الصراحه يعني في الشوط الثاني فرقوا علينا فرنسا ست جوان. وصلنا في الدقيقه 20 كده يلا ونشد حيلنا وهنكسب وهنجيب ان شاء الله الماتش. مهم شدنا حيلنا والسكور بيقرب 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 لحد ما بقى فرق واحد. بس وفضل نص 30 ثانيه انذار في 45 ثانيه بالظبط اللي كانوا باقيين. الدقيقه 29 و15 ثانيه احنا كنا جايبين الجون اللي هو بتاع محمد محسن. كان فرق بجون للسويد لفرنسا سوري، يعني باقي 45 ثانيه. بس باقي 45 ثانيه فقعدوا يمشوا شويه الكوره، بقى فاضل حوالي 30 ثانيه. اما المدرب بتاع فرنسا واخد تايم اوت، المفروض يبقى الحكم حاطط في دماغه ان خلاص فرقه يعني فاضل 45 ثانيه وهي كسبانه وكان بيمشي مش بيلعبوا على الجون، لا عمالين يرجعوا الكوره ورا. المفروض الحكم بيرفع سلبي، سلبي دي ان هو المفروض الكوره ايه شاطها على الجون. ده قانون يعني مش حاجه. ده قانون. المهم فالمدرب بتاع فرنسا خد تايم اوت، فالمفروض الحكم اللي فاهم اللي عنده خبره يعني ان في وقت زي ده خد تايم اوت، فاما اول لما يرجع يقوم رافع سلبي. لا بقى ده سابهم يلعبوا ويلعبوا، قام واحد من فرنسا وقع في الارض وقام بيمسك الكوره وقعش التايم، عم يقول له الميه في الارض عايزين نمسح الارض، وقع كل ده على الارض الحكم والتايم شغال والكابتن وائل يقول له تايم 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 ولا هو كانه مش سامعك ولا هو معبره ما بيبصليش ولا بيسمعني. عدى عدى ال 30 ثانيه 30 ثانيه هو انا في التايم مش حكم الترابيزه يبقى موجود في التايم هو اللي لا هو اللي لازم يحكم الملعب. ما هو مفيش لعب، هو اللي يوقف. ما هو مفيش لعب يعني، هو ما دام التايم شغال يبقى في لعب. الولد بتاع فرنسا قاعد في الارض والكوره جنبه وعمال يقول له يقول للحكم انا عايز امسح الارض في عرق. وضع طبيعي الحكم يروح موقف التايم فالترابيزه. بس طالما ما وقفش انا ممكن اخد الكوره بقى. بس هو الطبيعي برضه يعني في اخر 20 سنه دي ان هو مش هيوقف برضه الملعب ويكمل اللعب يعني، حتى لو في ميه في ما يسيبوش كده. اوقات كتير اللي احنا بنطلب او اي لعيب بيطلب ان هو يوقف التايم عشان يمسح الميه دي بتبقى من اللاعب شويه اللي هو عايز يهدي اللعب او عايز ياخد نفسه. عايز ياخد نفسه كده. فالطبيعي من الحكام ان في الوقت ده بيقول له لا كمل اللعب. هو بقى ما طب ما لما كنت بكلمه ما بيسمعوش. لا ما بيسمعولناش خالص. وهم وزي ما قلت لحضرتك كده كان اي قرار غير يعني كره الكره في الاخر دي اي قرار فيه شك بين الاثنين يمين ناحيه فرنسا على طول. بس فالماتش ضاع وربنا كانش كاتب لنا يعني الماتش ده الحمد لله. قول لي كده في فيما يخص لما يبقى فاضل ثانيه ثانيتين وفكره انك تحس انك انت معرفش يعني فكر ان الجهاز العصبي ابتدى هيبتدي يبقى مضغوط هتبتدي تعمل بتبان بقى في انك انت بتمرر الكره طالعه ازاي بتمرن ازاي بتمرن لان احنا زي بيبقى فاضل وقت قليل ونحافظ ازاي. هي دي بتبقى صعبه قوي علينا يعني، دي بتبقى صعبه علينا احنا بالذات كلعيبه جوه الملعب. يعني مثلا انا الكره خلاص في ايدي وفاضل 3 ثواني والكره دي يعني انا لو بصيتها غلط كده او كده فرقتي خسرت، خسرنا مثلا لا قدر الله طلعنا من 16 طلعنا من 8 يعني الكره اللي في ايدي دي في 3 ثواني هي اللي بتفرق معايا. يعني انا مثلا في حصل موقف كنا في ماتش السويد واكرم واقف في الجون وكان واقف في الاخر كان بيعيط يعني كان في الاخر خلاص هو مش مستحمل خلاص مش مستحمل. انا في ماتش السويد كنت في اخر 3 ثواني دول كنت انا بره ما كنتش في الملعب كنت بره انا مش قادر اشوف الكوره اللي بتتشوط يعني كان لينا بنالتي خيري كان بيشوطه انا ما كنتش قادر ابص انا كنت قاعد في وشي في الارض مش عملت في البنت جبت هو ده اللي خلاه يعيط. فاضل دقيقه وفرق واحد للسويد هنضيعها خسرنا خلاص فرق واحد حط له ثالث كوبري حاطط الجون قبلها كوبريين لازم يوقع اعصابنا هو شايل الفيشه خالص هو الموضوع مش كده. انا كنت حاططها في دماغي ان انا داخل لو ربنا يعد لنا ان احنا هنكسب او ندخل الكره دي جول ايوه بس كده هتخش مش ربنا مش هيدا فانا اعملها باللي انا شايفه المفروض اعملها بيه وهي زي ما تيجي. طيب لا بس استناني بس ربنا سبحانه وتعالى يريد ده موضوع بس ربنا قال لك ان عشان الاراده ابتدت تتحقق في اسباب
يعني عشان الاراده تتحقق ايجابا او سلبا. لا ما هو انت ممكن تكون انت من النوع اللي انت ايه يعني قلبك ما شاء الله اعصابك هاديه والمساله ما انت ممكن واحد يبقى عمال لي حيتنطط وانت مش هنا شيء عمال بتقول في الموضوع بس ده بيفيد بيفيد في حاجات. لا لا ما هي دي ويشل في حاجات. هقول لحضرتك حاجه يعني مثلا كنا في ماتش دخل 2 3 لعيبه ضيعوا ضربات جزاء وده قاعد على البنش كانت عنده سبرين انكل ومصاب مش لاقي حد يشوط بنالتيات مش ممكن الفرقه عماله تتعب وتيجي تشوط بنالتي ضيع فده هو قاعد محدش يخش انا داخل قاعد معلم قاعد على البتاع حطوا له هتشوط قال لي هشوط ما شاء الله شاط وطلع شاط هو خلاص يعني دي كل واحد بتقسم يعني سبحان الله بتبقى في تقسيمه كده بتيجي جوه الملعب هو ممكن مش قادر ينزل الملعب رجليه ورمه مش قادر يلعب ينزل بس يروح يشوط يجيب ضربه الجزاء ويجيب جون ما هو زمايله بيدافعوا مظبوط بيهاجموا مظبوط لغايه ما يجيبوا ضربه الجزاء هو يخش يجيب ضربه يعني هي بتبقى تقسيمه هم روحهم كانت حلوه انت على طول كده خير لا عادي انا الحمد لله بارد شويه لا يعني انت بس دي ميزه يعني طبعا بس لو اكتر من لازم تودي في ست يعني لا بتودي كتير وانا كان عندي مشاكل معاه كتير في بدايه ما مسكت المنتخب عقبال ما نهذب الحته ديت كانت في مشاكل ووصلت ان انا يعني كتير كنت بزنقه في الحيطه وبتوصل ان انا بكلمه يعني يعني طب خير في طب في وانت صغير ده موضوع يعني معروف عنك انك كده هي بتبقى المساله ايه بقى انك انت يعني يعني مش عارف ما هو الواحد قاعد يتنطط على الكرسي وانت وده صفات شخصيه في البني ادم ده البني ادم ده عنده ثبات انفعالي عالي ما شاء الله بس في واحد الدنيا عنده ب ب ب ب ما هو ده الحلم ده يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك كاد الحليم ان يكون نبيا يعني خدت بالك بس الحليم لما زودها لا بس مش خيري لا لا مش خيري لا لا مش خيري مش هو بارد لكن مش حليم مش حليم يعني طب وانت الثلاثة كوبري يا راجل يا جبار يعني ثلاثة في ماتش الجون كمان عارف يعني ما عارف اللي حط له بالرجليه دي المصيبة السوداء هو غير الاجوان عليه الثالثة جون واقف فاتح له رجله عشان يضمها عشان يضمها وضمها وحط له الكرة برضه وحطها له يعني طب انت وانت معلش خدنا على قد عقل يعني انت ما جاش في دماغك انه قرا بقى لا ما حضرتك بقول لك يعني هو جون اوروبا دي احنا اولا احنا في الدوري عندنا مش متعودين على الاجسام بتاعت اجوان اوروبا دي اجوان اوروبا اجسامها بس ما شاء الله تبقى كبيره قوي واطرافهم طويله حاجات عملاقه يعني حاجه كده يعني فلما يفتح رجلي كوبري هو هو واقف اوريدي فعلا اخر بينالتي دي بقى عليها كان فاضل دقيقه او 20 ثانيه واحنا خسرانين فرق واحد ودي او دي 10 ثواني خسرانين فرق واحد المهم فطالع واقف لي طالع على 4 متر دي طلع لك قدام طلع قدام قفل لك الروح فقفل وفرد فرد دراعاته ورجله فتح رجله وقفل انا مش شايف الجون خلاص بقى قفلها فعلا مش والله مش شايف الجون الحاجه الوحيده اللي باينه ما بين رجله هي حاجه وحيده اللي باينه بين رجله مهندس مهندس حد فوق هيعمل كده ممكن فيه فانا قلت ايه حكم اول لما يصفر هو انا واخد بالي ان هو مطمعني عشان كنت حاطط قبليها بس انا مش شايف اي حته في الجون احطها تاني الا من برجلي مش الجون مش باين منه حاجه بس فاول لما الحكم صفر قلت اول لما الحكم يصفر على طول شيطه قبل بقى ما هو يفكر هو فاكر انك انت هتستنى وتعمل هتهوشه اول لما الحكم صفر قمت طق قمت مزحلقها من رجله قامت معديه لو عديها قطر ما انت ما شاء الله عندك هتطلع مش اي حاجه ده طلقه طالعه يعني عدت والحمد لله انها دخلت يعني عنده حق ده مش شايف الجون والجون هاند بول قد كده وهو اصلا ده انا بالنسبه لهم كتكوت والله ده انا جون بالنسبه لهم ده كلهم اخسر جوان البطوله مينيمم متر 97 متر 98 انا متر 85 لا مش طول بس ده بيبقى عرض كمان طول بعرض انت عارف يا استاذ ابراهيم هقول لحضرتك حاجه بالنسبه لموضوع الثبات الانفعالي دوت ماتش البرازيل احنا بنلعب البرازيل والصاله 5000 متفرج وهم هناك مهووسين بالرياضه بالرياضه لو الفرقه كويسه جامده يا كابتن يعني بالظبط لا وهم كمان بقول لحضرتك شعب بيحب الرياضه فالناس ممكن ما تبقاش عارفه ايه الهاندبول دي بس قاعده بتشجع برازيل فانا قلت للولاد لو لعبنا هاندبول اللي هي السرعه والكلام ده هنتاكل هنلعب هاندبول اللي هي تزهقه مشي الكوره والعب على الجون خلي الجمهور ده بدل ما هو يبقى عامل ضغط عليا خليه عامل ضغط عليه هو عليه هو وفعلا طول الماتش ما شاء الله فرقه البرازيل ما عليتش عليا الا في الدقيقه 26 من الشوط الثاني قال لي جون كانت النتيجه 27 26 ليهم بعديها جابوا الفرقه جابت التعادل وعلينا 3 اجوان لغايه الدقيقه 29 حصل تعادل مش عارف مين اتطرد عندي كره ضاعت حصل تعادل جابوا الماتش الكره الاخيره حضرتك بتقول بتهديهم وبتاع انا خدت تايم اوت في الدقيقه 29 و35 ثانيه ناقص 25 ثانيه بالظبط على نهايه الماتش وتعادل قلت لهم انا جايبكم عشان تهدوا لان انتوا ودنكم راحت مع الجمهور
التوتر اللي عندكم دلوقتي ده مع الجمهور، انتوا احسن اهدوا، لان احنا كنا في صربيا لعبنا مع صربيا كانوا كسبانيننا فرق جون وباقي تقريبا حاجه بسيطه كده 10 ثواني، نفس الكوره اللي حصلت في ماتش صربيا اللي هي الكوره حصلت ونفس الاثنين لعيبه كوره في الهواء، محسن دخل من الوينج راح رافعها في الهواء، دخل يحيى خد الكوره في الهواء حطها في الجون، هي نفس الكوره اللي اتعملت في ماتش صربيا اللي اتعملت في ماتش البرازيل. اخر 3 ثواني دخل محسن من الوينج، كل الناس قاعده مستنيه محسن ان هو اللي هيشوط، دخل يحيى في الهواء محدش شايف يحيى خالص لان كل الناس الجون راح على محسن من ناحيه الوينج، اللعيبه كلها واقفه بتبص ده هيشوط ولا هيعمل ايه. يحيى كان في الهواء رماها له خدها بايده حطها، ماتش صفر، الولد طلعها من الجون رماها للسنتر كان الحكم صفر. ما كانش حد عايز اقول لحضرتك انا شفتها على اليوتيوب، المعلق البرازيلي عايز اقول لحضرتك حاله هستيريه، المعلق البرازيلي اللي بيذيع على التلفزيون البرازيلي حاله هستيريه من الزعيق ان هو يخسر اخر 3 ثواني، ما حالتين ده حالتشل ما هو بعدين في ملعبه فرقه جامده اخر 3 ثواني والكوره كمان بشكل استعراضي يعني مش محدش يتخيلها ابدا. ماتش اللي وداهم في داهيه يعني. انا مش عايز مصر السويق، انا كان انا بتكلم بتاعه اللي بقول لك عليها اللي بتاعه البرازيل، عندنا البرازيل اخر 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 دقيقه فيها انا قلت لك السويد، احنا السويد موجود، السويد برضو كسبنا كده برضو مهاب جاب اخر، طب هات لي هات لي السويد، السويد والبرازيل هات لي السويد، هي دي اسبانيا الواحد عليها تعالى نشوف ايه من رجله دي بتاعت خيري من رجله الجون هيتنطط. بص حاجه تلاقي الجون عارف وفاتح رجله وقفل بس قفل اتاخر ثانيه بس انا هوشت فيها كمان نسيت زعلان ان هو عارف ان هو هيعطلها من رجله. اهو ده التايم اوت تقريبا احنا اخدناه لا لسه ماشي شويه وحكا تاخد تايم اوت لسه اهو لا خلاص هي هو ده الجون ده الجون لا لسه لسه ايوه تايم اوت بس كده التايم اوت احنا اخدنا التايم اوت هو كل اللي طلبته من اللعيبه ان هي تهدى بس الجون هو ده بس احنا بعد التايم اوت احنا اتفقنا ايه اللي هيتعمل بالظبط لا ان هي تمشي الكوره ويزعلي على الاخر 5 ثواني تتشاط الكوره عشان لو عشان ما يلحقش عشان ما يلحقش يعمل لنا بالظبط ده مهاب ده اللي اخذ احسن هاف في البطوله من الاول ستار تيم احسن بلاي ميكر في كاس العالم دوت هو في المنتخب الاول دلوقتي ما مش مهاب هو كان المفروض يجي معانا النهارده بس هو ما جاش لان هو عندهم ماتش في المنتخب الاول. كابتن في لما يبقى فاضل بقى الحدث اللي بتاع وفي تايم اوت او انا تحتيها وكلام هل بنبقى سامعين كويس ولا بيبقى الماتش والدوشه والبتاع ولا بيبقى هو على حسب الماتش يعني ماتش البرازيل كنا كان يعني كابتن وائل مثلا يبلغ اقرب واحد في الملعب اللي هو مثلا الهاف او اي حد نازل واللعيب ده بيحاول يوصل اللي كابتن وائل قاله للفرقه كلها بس في اي ماتش تاني الجماهير ما كانتش يعني بالعدد اللي هو زي ماتش البرازيل ماتش البرازيل كان اكتر ماتش كان تقريبا 5000 متفرج الباقي كله كان كذا مره صفاره يعني عامه لما كنا متفق مع اللعيبه لما بيبقى في مثلا جمهور ولا حاجه وقت ما بتسمعوا الصفاره لازم الفرقه كلها تبص يا نهدى يا نطلع الكوره فجه كان ماتش مين الحكام ماتش فرنسا فرنسا حكام كانوا من صربيا لا مش فرنسا المانيا ماتش لا سويد حكام كانوا من صربيا فانا الصفاره بتاعتي كانت قريبه للصفاره بتاعت الحكم فجه راح موقف التايم قال لي من فضلك ما تصفرش لان كان لعيبه سويد اول ما صفر يروحوا واقفين باصين للحكام فقال لي الصفاره قريبه انا متعود بقالي سنتين على طول مع فرقتي بالصفاره فالحكم قال لي فقلت له سوري اوكي بعديها ما هو الراجل مشي كده مصفر اللعيب راح باصص لي فقلت له انا اسف يعني انا ما اقصدش كنا مشيت الكره هجمه مش عارف ايه وراح مصفر اول ما صفر اقول له اسف فالراجل لا بس كويس انه فاهم هو فاهم ان هي تعود انا متعود فاهم فعشان ما يبتديش ان هو مثلا يفتكر ان انا متعمد ابتديت ان انا اعمل له نغمه ثانيه فالصفاره تبقى اتخن شويه بقيت اتدرب عليها شويه فكانت صعبه شويه ال قلنا الضغط العصبي والحاجات دي كلها وال ايه الماتش يعني تحديدا وانت بتقول ايه الماتش اللي يعني حسيت الدنيا مظلمه يعني بيبقى في ساعات وقت كده الواحد يحس انها مظلمه خلاص لابس في حيطه مثلا يعني بالنسبه لنا كان ماتش اليابان اول ماتش ثاني ماتش ثاني ماتش ليه؟ ثاني ماتش هو احنا مش نازلين مستهترين احنا كنا نازلين الماتش ده كان هيفرق معانا قوي لانه كان هيريحنا بعدين في المجموعه يعني احنا لو كنا كسبنا الماتش ده انت عارف انك هتكسب بالظبط عارفين انك هتكسب بس مش
مش مدين اخوانا ان ده هيحصل، ان الماتش السيناريو ده هيمشي الماتش بالسيناريو ده. فنازلين بنلعب الماتش كسبانين في الاول، في اول دقيقتين ثلاثه كسبانين، ومره واحده الماتش اتقلب. يعني بعد ما كنا كسبانين فرق 3 4 تجوان، الماتش باربع تجوان علينا. ودول اتعدين وسوء توفيق بقى كمان في التصويب. لعيبه تشوط انا مضيع 24 كوره في الماتش دوت، انفرادات انت والجون، ويا ريتها متشاطه في الجون. يا ريت الجون بيصد كمان، يعني مثلا منهم 10 كور جون متصدى والباقي كله بره الجون في العارضه. بنسمي ده ايه بقى؟ انت انا عايز اسمع كل واحد مسميها ايه. انت بتسمي ايه ده لما يبقى 24 كوره منهم 12 مثلا تتحط كده وكده بلا معنى؟ تسميه ايه؟ انا بالنسبه لي كان قله تركيز. يعني طبعا عدم تركيز. طبعا عدم تركيز. احنا نازلين في فرق كده اللي هو بتبقى نازل عارف ان هي يعني هتسخف عليك في الماتش، بس انت هتكسب في الاخر. ما كناش بقى مدين قوي يعني اهتمام ان احنا ممكن نتعادل نخسر، فاللي هو كان فيه نازلين عدم تركيز شويه في الماتش ده. وانت عم خير كنت مسميه ايه انت بقى؟ هو نفسك.